فيها حاجة بتلمع، فيها مهرجان ناجح، فيها ناس بتيجي تنبسط. النهارده ثالث سنه، السنه اللي فاتت جيت انبسطت جدا، وشايفه ان كمان السنه دي ده بيبقى استمرار وتاكيد لنجاح. فاكره الافلام اللي احنا شفناها، ورش العمل، الريد كاربت، وكل اللي بيحصل فيها، وازاي الناس بتبقى مستنيه ده. كمان زمان ما كانش فيه ستايلست، ما كانش فيه كذا، ما كان ان احنا مع المخرج بنحضر الشخصيه بحالها. الفيلم لازم تصدقيه، ان لازم يبقى في حاجه بتتقال بشكل مختلف، سواء في السكريبت، سواء في الاخراج، سواء في المونتاج. انا لازم استمتع بشغلي عشان اعرف انجح فيه، مش نجاح مادي بس، مش شهره بس، لا، ان انت تتقن اللي انت بتعمله بجد عشان يطلع كويس ويعيش. حب الناس ده احلى حاجه في حياتي، ودي الثروه الحقيقيه اللي انا طالعه بيها من الدنيا كلها.